أول شي بنات طبعا بنرسم الحاجب، فاخترت جل أنستازيا دارك براون، بعبي فيه الحاجب. والحين بنات برسم شعرة مع هالقلم من لايم كرايم. بنات مرات يعني نرسم الحاجب فتكون في زوايد على الأطراف، مثلا الجل يطلع أو القلم، فبتاخذون بفرشة تكون فلات بلاستيك، يفضل أن تكون بلاستيك، تاخذون كونسيلر عقب تنظفون تحت الحاجب. بستخدم هالباليت من بستان فتوح، واذا حب هالباليت تشوفوا هاي الالوان كلها مات، والسطرين هذي اللي تحت الوان شمر، بختار هاللون، هذا لون انتقالي، وبحطه على كسرة العين. وابدأ ادمج. اللون الثاني اللي بختاره بنات اللي هو هاللون بني محروق او مايل على المارون، بفرشة دمج تكون صغيرة شي مدورة. انا طبعا حددت قبل لا اصور، بحط هني اللون وهني، وابدأ ادمج على كسرة العين. أكمل الدمج بنات، أحاول أدمج اللون البني اللي حطيته أو المارون مع اللون الانتقالي اللي حطيته أول شي. كنت بستخدم هاللون من انجلوت، لون اتشي غريب، اكتشفت ان في نفس البلد هذا فيها اللون وايد وايد قريب منه. شوفوا كيف الالوان وايد قريب من بعض، هاللون من البلد وهذا من انجلت، فما في وايد فرق بينهم. شوفوا بنات، شوفوا هاي هي الفرشة البلاستيك، برش عليها فيكس بلاس، وبروح عند اللون اللي اباه. طبعا استخدمت هاللون عشان يظهر اللون بطريقة أقوى من إنكم تستخدمون اللون نفسه بدون أي شيء. طبعا ياسا وزع هنا على الجفن المتحرك. الحين بنات بتشحل العين من داخل قلم لانكوم، قلم اسود، الحين باخذ نفس اللون الانتقالي اللي حطيته اول شي، باخذ هاللون اوكي، وبحط شوفوا بنات عشان توزعون او تدمجون الشادو تحت الرموش السفلية تكون فرشة شي وايد دقيقة.
شوفوا كيف توزيع الشادو تحت العين، لازم الفرشة تكون شي دقيقة وايد وصغيرة عشان الشادو ما ينزل وايد تحت. هاي فرش البارحة بنات خذتهم من فلور مار، وايد وايد حبيتهم، فحسيتهم بينفعوني وايد حق الرسم. شوفوا هاي كيف أول وحدة كيف إنها رفيعة، وهاي بعد ترى نفسها. هلا راويكم، شوفوا كيف هاي. هاي مالت الأظافر، بس أنا شو سويت فيها؟ رسمت فيها داخل العين، أوكي. وهاي بعد استخدمتها الحين، بستخدم أيلاينر أنستاسيا. طبعا الأيلاينر وايد فنان عجيب، وايد وايد حلو، سواده وايد قوي، فرشاته وايد سهلة في الرسم. بس أنا ما برسم الأيلاينر، أنا بستخدم بس الأيلاينر بدون فرشة، يعني بستخدم هاي الفرشة من فلور مار اللي قلت لكم عنها هاي، وبرسم فيها الرموش. هنا ببدأ أرسم الرموش. شوفوا بنات، عندكم البلت هذا تقدرون تحطون اي لون انتو تبون، يعني شوفوا مثلا انا اخترت هاللون مع اللون هذاك الانتقالي، كنت اقدر احط بدل هاللون هاللون، بعد كان بيطلع وايد حلو، او هاللون او هاللون او هاللون. يعني انتو تتحكمون في الالوان، تختارون اللون الانتقالي وتبدون تدمجون مع لون يكون متناسق. تقدرون تضيفون هاي الخطوة إذا حبيتوا، مو شرط يعني، إنكم تبون جلتر. بستخدم هذا الجلتر الذهبي من أربن ديكاي، وبحط على كسرة العين هني. يعني